السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية، والبداية من صحيفة الجمهورية. رئيس الجمهورية يؤكد وقوف بلادنا إلى جانب الصومال الشقيق لتجاوز محنته. عصابة مسلحة تعتدي على رئيس الجمعية اليمنية لمكافحة الجذام في تعز. باسندوا يدعو أشقاء وأصدقاء اليمن إلى الإسراع في تخصيص تعهداتهم. 9.2 مليون دولار لتحديث المالية العامة في اليمن وتنشيط القطاع الخاص. صحيفة أخبار اليوم، إيران قاسم عسكر. لصحيفة أمريكية، شباب من الحراك تدربوا في إيران والحوثي سلحهم بطلب من قادة الحراك. إيران تسعى لتعويض خسارة سوريا بجنوب اليمن. معهد بروكينغز، انفصال جنوب اليمن مكسب لطهران يفوق سقوط نظام الأسد. الوافي، المرحلة بحاجة إلى ترشيد الإنفاق وليس لجرعة قد تنسف العملية الانتقالية والحوار. صحيفة يمن فوكس، وحدات من القوات الخاصة تتجه إلى نهم والأمن يوقف سوريين وإريتري في العاصمة صنعاء. جنوبيون يحذرون من تكرار سيناريو صعدة في الضالع مع حلول شهر رمضان. تقرير الفصيل المسلح بالحراك يتأهب للكفاح المسلح. قتيلان وأحد عشر جريحا سقطوا بتفجير دراجة نارية مفخخة بالسوق المركزي بصعدة. الوزراء يقاطعون البرلمان والنواب يهددون بالرد على الحكومة والأزمة مستمرة. صحيفة المصدر، حجة لا تزال في قبضة دهشوش. مدير الأمن يغادر إلى صنعاء بطلب من وزير الداخلية بعد أن حاصر المسلحون منزله 6 أيام. المراقشة يختطفون 11 عسكريا للمطالبة بإطلاق حارس الأيام. سفينة مجهولة تفرغ شحنة أسلحة في ذباب وجزر جيبوتية في باب المندب تحت سيطرة المهربين. 3 قطاعات قبلية تحتجز عشرات من ناقلات النفط في نهم ومارب. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحوانات، ممثل الصلاح بالحوار، مؤسسة الزكاة المستقلة ستختص برعاية الفقراء والمحتاجين. إصلاح صعدة يدين التفجير الانتحاري ويدعو لكشف ملابسات الحادث وإعلان نتائج التحقيق. باسندوا للمانحين، حاربوا الفقر والبطالة واليمن ستخرج من أزماتها. مارب برس، اللواء محسن يحث قادة الجيش إلى مراعاة حقوق الجنود والتعامل بحس أبوي. الرئيس هادي يقدم اليمن كضامن وحيد لأمن العالم في أهم المنافذ البحرية ويطالب الاتحاد الأوروبي بالدعم السخي. ولتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا في الاستوديو الزميل الصحفي فهمي العليمي. مرحبا بك استاذ فهمي، رئيس الاخبار بقناتي من شباب، حياك الله استاذ. اولا بدايه من الحوثيين 28 حرب شنه الحوثيون على المواطنين في 4 محافظات، صعدة وعمران وحجة والجوف، خلفت الاف الجرحى والشهداء ومئات الالاف من المشردين والنازحين. ما الذي كان يريد الحوثي من حروبه تلك ضد هذه المناطق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحوثيون كانوا ولا يزالوا يحاولون أن يفرضوا أنفسهم كقوة فاعلة في الساحة السياسية أو في الوطن، وهم يدركون أن الخيار السلمي ربما لم يوصلهم أو لم يحقق ما يرجون إليه من إيجادهم كقوة فاعلة، فلجوا إلى العنف، ولا زال العنف هو خيارهم المرفوع حتى اللحظة. هم يستخدمون العنف لإظهار قوتهم للرأي العام وإثبات وجودهم بأنهم قوة فاعلة في الساحة، فيريدون أن يحققوا مكاسب سياسية من خلال العنف، ولأنهم يدركون فعلا أن العمل السلمي أو الخيار السلمي لن يحقق لهم أي من النتائج التي يرجونها. هل العنف سيمكنهم من وصول إلى مآربهم وخططهم؟ هم يحاولون
تكريس التجربة اللبنانية، يعني حزب الله استطاع خلال الفترة الماضية أن يفرض نفسه بقوة وأن يدخل في الحكومة في محاصصات من خلال استخدامه للقوة. فهم يريدون تجربة نفس التجربة، لكن لا أعتقد أنهم في اليمن سينجحون بذلك، لأن المجتمع بكامله ينخرط نحو العمل السلمي ونحو العمل المدني، وبدأ يحارب الكثير من الظواهر العنف. فينظر حتى لهم أن المجتمع ينظر لهم الآن بأنهم جماعات عنف مسلحة، جماعات تخريب، بدأوا حتى يفقدوا كثير من الاحترام الذي كان ينظر إليه بعض الفئات. لكن الملاحظ يرى أن بعض القوى التي تدعي المدنية والحداثوية أو حداثوية يتواطؤون مع الحوثيون ويغضوا الطرف عن جرائم التي ترتكب في كثير من المناطق، عن تدميرهم للبيوت، عن قتلهم للناس بدم بارد. يعني ماذا يحدث؟ فعلا يعني ما ذكرت، فعلا أن هناك بعض الأحزاب حتى في أحزاب اللقاء المشترك بدأت تغازل الحوثيين أو تغض الطرف عن بعض جرائمهم، بعضها تتواطأ معهم. نعم، لكن الحوثيين هم فعلا استطاعوا أن يخترقوا كثير من الأحزاب، أن يصلوا إلى الهرم السلطوي أو الهرم الأعلى في قيادات كثير من الأحزاب، كما حدث في مع الحزب الاشتراكي الذي بدأت مواقفه مضطربة جدا، تصدر أكثر من بيان حول قضية واحدة، ناس يؤيد وناس يعارض، وهذه مشكلة. فعلا استطاع الحوثي أن يخترق كثير من الأحزاب، لكن يبقى مشكلة الحوثي هو كيف سيواجه الشعب. يعني بالأخير العنف قد يستطيع أن يخترق أحزاب أو أن يستميل قيادات حزبية بماليا أو بأي طرف كان، لكنه بالأخير سيجد نفسه في معزل عن الشعب، لأن الشعب بدأ يتجه اتجاه مدني. حتى أن أحد مؤسسي الشباب المؤمن الذي هو محمد عزان تحدث أنه استحالة أن تتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي، لأن ما وراء هذا التصريح؟ لأنه هو كان الأمين العام السابق لجماعة الشباب المؤمن التي انطلقت قبل 2004 والتي تطورت إلى ما تعرف بحركة الحوثي. هم يدركون فعلا أن انخراطهم في العمل المدني قد لا يوجدهم كجماعة، قد لأنهم يفتقدوا للرؤية المدنية السلمية التي لن ينظروا أنها لن تمكنهم من تحقيق أهدافهم. يريدون أن يفرضوا أنفسهم كجماعة فاعلة في الساحة، وليس لديهم خيار كما يعتقدون إلا العنف. العنف ظهرهم بأنهم قوة كبيرة، خاصة بعد أن وجدت في الحروب السابقة تواطؤ من النظام السابق، واستطاعوا أن يحققوا أن يقتحموا معسكرات وأن يسقطوا طيران وأن يسيطروا على بعض الأسلحة، فأظهروا كأنهم جماعة قوية تمتلك خطط عسكرية وقادرة على مواجهة الدولة، فحققت لهم نوعا من الحضور، نقول الحضور السياسي أو الحضور الذهني عند الحضور يعني تحت ضغط العنف. وقالوا ذلك حتى أنهم منحوا 35 مقعدا في الحوار، مثلهم مثل الحزب الاشتراكي، مثل أكثر من الناصري، بينما بعض الجماعات المتواجدة كالسلفيين اللي حركة واسعة ممتدة على امتداد الوطن منحت 5 مقاعد. طبعا السؤال آخر يضع نفسه، لماذا المؤتمر الآن يتماهى مع مواقف الحوثي، مع خطط الحوثي؟ جزء من تكتل الحوثي. أولا هي جماعة الحوثي مؤسسها ومنظريها هم كانوا أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام. حسين بدر الدين الحوثي المؤسس لجماعة الحوثي لجماعة الشعب المؤمن هو كان برلمانيا باسم المؤتمر الشعبي العام، وأخوه يحيى ما زال يعني مسجل أو عضو في البرلمان المؤتمري، كما أن البرلمانيين المتواجدين حاليا في جماعة الحوثي كالنائب كريم جدبان وغيرهم هم في الأخير من حزب المؤتمر الشعبي العام. فالجماعة هي خرجت من كما نقول من عباءة المؤتمر حينما كان حاكما. لكن ألم تكن في مشاركة في الثورة ضد علي صالح، والآن تتحول هي بتحالف مشبوه لتطعن الثورة؟ هي مستعدة إلى أن تتحالف مع أي كان، أيوه، حتى مع الشيطان، مقابل أن تنتصر على أعدائها، وهي في الأخير تنظر أن أعدائها هم من يحملون الفكر المدني، الفكر السلمي، الفكر الديني الصح، هم من يمثلون بالنسبة لها عدوها الأكبر. أما من يمتلك السلاح أو من تنظر لهم بنظرات متفاوتة. فيش أمر مهم للغاية،
يتهمون الأطراف الأخرى، الإصلاح والسلفيين وغيرها، هم كذا يأخذون بوتر أو بسيمفونية التكفيريين وكذا. طيب ماذا نفسر الفتوى المحطوري؟ هل هي جاءت كحمامة سلام لليمن يعني؟ هم للأسف الشديد دائما ينظرون، يعني يحاولون أن يصطادوا في الماء العكير ويوظفون، فيوظفون يتهمون الجماعات يعني كالإصلاح أو السلفيين وغيرهم بأنهم يستخدمون الدين لتحقيق أغراض معينة، بينما هم في الأساس من يتاجرون باسم الدين، هم من يتبنون موقف التقية، يدعون بأنهم من آل البيت وأنهم ضد أمريكا وضد إسرائيل، لكن أوصياء على الناس، أوصياء على الناس، لكن في الأخير هم مشاريعهم أخرى، مشروعهم فارسي، مشروعهم إمامي، مشروعهم تكفيري منذ الأساس، مشروع الشيعة تكفيري، هم من يسيئون ويسبون الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى. هذا هناك حديث، ليس حديث بل واقع، عن خلافات ما بين الرئيس هادي والمخلوع، وهناك تسريبات عن تنازع في السلطة على المؤتمر يعني، وكما أن المخلوع يحاول أن يعقد مؤتمر عام وكذا من أجل سحب الثقة عن أمينه العام الذي هو الرئيس هادي. ما تداعيات هذه الأزمة بين الخلافات المؤتمرية حول الرئاسة والأمانة العامة؟ ليست وليدة، هي منذ أن بدأ الانتقال السلمي للسلطة بدأ التنازع عن رئاسة الحزب، وحاول صالح الإبقاء الإمساك برئاسة الحزب حتى يستطيع أن يحقق كثير من الأغراض بما فيها تعطيل أو عرقلة العملية السياسية. هو حتى اللحظة يرفض التنازع عن المؤتمر، كما أنه يرفض كما ذكر في أحد خطاباته بأن التنازل عن السلطة كان خطأ لن يتكرر، التنازل عن السلطة لهادي خطأ لن يتكرر في المؤتمر، ولن يكررها في التنازل عن رئاسة المؤتمر. رئاسة المؤتمر هو يحاول الإبقاء على نفسه، أو أن يضع نقله، أو أن يضع واحدا مقربا منه يستطيع يعني من خلاله أن يدير، يأتمر بأمره. نعم يستطيع، هو لديه مشاريع خلال المرحلة القادمة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة، ولعرقلة أيضا مساعي هادي من أجل يحاول أيضا هو أن يفشل إعادة بناء الحزب. هناك توجهات الآن يقودها رئيس الجمهورية الذي هو يمثل النائب الأول والأمين العام، وكذلك نائبه الثاني عبد الكريم الأورياني، إلى إعادة تأسيس الحزب كحزب، كمنظومة حزبية متكاملة فاعلة، ليست منظومة مصلحية. أيوة، هو الذي أسس، لأن الفترة السابقة أوجدت هذا الحزب حزب مصالح، حزب مبني على التقاس يعني على قوة السلطة، كان مبني على قوة السلطة، فهم يريدون أن يبنوا هذا الحزب حزب مؤسسي، وهو يحاول أن يفشل ذلك. طيب ننتقل إلى سؤال، إن الوقت يداهمنا. طبعا تردد خلال الأيام الماضية أن هناك يعني أن الحكومة ستقدم على رفع المشتقات النفطية. طبعا وزير المالية صخر الوجه في تصريح له لصحيفة الخليج الإماراتية أن يعني نفى ما تردد من إشاعات. طب من المستفيد من تسريبات هذه يعني الجرعة، أو ومن يعني وما المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها في على المرحلة الانتقالية؟ خبر الزيادة السعرية، هناك تصريحات متضاربة من ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هم يطالبوا حتى الآن بضرورة إجراء هذه الإصلاحات حتى تستطيع الحكومة أن تتغلب على ما تعانيه من عجز كبير في الموازنة. مع ذلك كان نفي وزير الداخلية اليوم هو نوع من الإطمئنان. وزير المالية، وزير المالية أقصد. نعم، فهناك توجيهات أو من رئيس الجمهورية وتوجهات للحكومة أيضا على ألا تكون هذه الزيادة السعرية في الفترة الانتقالية، لأنها ستوجد نوع من الاحتقانات ومن الاضطرابات والمرحلة تتحمل، وستسبب نعم يعني وستصب في مصلحات أطراف تسعى إلى عرقلة العملية برمتها. لكن تصريح الوزير حمل اعترافا ضمنيا بأن الإجراءات بأن الإصلاح السعرية كالدواء المر الذي يجب أن يتناوله المريض، لكن قال سنتناوله، سنعمل على إجراء تنفيذها خلال السنوات المقبلة شأننا شأن أي دولة. مع ذلك فهو يدرك أن يقول لك أن 25% مقابل ما تسلمه الحكومة من دعم من إجمالي الإنفاق العام ما تصبش في مصلحة المواطنين، لكن طيب يرى أن المرحلة تتحمل هذه الإصلاحات. طيب لماذا لا تقدم الحكومة على تصفية ازدواجية الوظيفة وغيرها، الجنود الوهميين الذين هم بعشرات الآلاف، حتى ربما هذا يمكن أن ترفد الخزينة العامة؟ نعم يعني مقابل هذه الإصلاحات.
نعم، هناك أكثر من خطوة كان ينبغي على الحكومة أن تبدأ بتحقيقها قبل هذه الخطوات القاتلة، نسميها القرى السريعة، ربما قرى شبه قاتلة، لأن الشعب غير قادر على تحمل معاناة إضافية إلى ما تحمله اليوم. كما ذكرت أن الجنود الوهميين، عمولات الحقول النفطية والشركات النفطية، أموال كثيرة ومنابع فساد، لو أنها جففت وحوربت لرفضت. لما نحن بحاجة فعلا إلى أن نخوض. طيب، هناك تصريحات عن الترسانة العسكرية المنهوبة التي نهبها وسلبها المخلوع وأعوانه من أكثر من معسكرات الدولة أو القوات المسلحة. طيب، في هناك تصريحات لقادة عسكريين أن المخلوع هو سبب الاستحواذ وتهريب تلك الأسلحة، هل هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادتها؟ كان هناك قبل يومين مؤتمر صحفي للسفير الأمريكي، وذكر فيه بأن صالح يمتلك أسلحة ثقيلة ومخازن كبيرة من الأسلحة في منطقته بسنحان، في ريمة حميد كمان. أيوة، هم نقلوا كثير من الأسلحة. كما ذكرت لك بأن ما زال صالح يدرك بأن غير مقتنع بأنه خرج من السلطة، وغير مقتنع أنه تنازل يعني يدرك أنه أصبحت في يد غيره. نعم، فحاول نهب كثير من الأسلحة، سلم كثير من الأسلحة لجماعات مسلحة كما حدث في جنوب اليمن، سلمت للقاعدة معسكرات بكاملها، وفي الشمال أيضا، في شمال الشمال في صعدة سلمت معسكرات، في الجوف أيضا لما سلمت لجماعات الحوثيين. ويدرك أن مثل هذه الجماعات، وصول السلاح إلى هذه الجماعات ربما ستحقق ستكون مشاريعه المستقبلية لإدارة العنف ومشاريعه التي ماذا عن دعمه للحوثيين؟ ويقال أنه خاصة الأحداث الأخيرة في الأمن القومي كان هناك تنسيق محكم بين المخلوع والحوثيين. لا يستبعد أن يكون هو من يحرك الحوثيين وإمدادهم بالسلاح خاصة في العاصمة. نعم، لا يستبعد ذلك، لأن لديهم مصالح مشتركة هي عرقلة العملية الانتقالية، كما أن لديهم مصالح مشتركة هو الانقلاب على الشرعية التوافقية والرئيس الجديد. يحاولون أيضا، هم ينظرون بأن المرحلة التوافقية استفاد منها أطراف معينة، ربما الجناح المعتدل المؤتمر حزب الإصلاح، هم يشعرون بأن وصول هؤلاء يعني سيقضي عليهم. هم ينظرون بأنهم لن يستطيعوا أن يتحركوا في ظل وجود رفاهية، في ظل وجود توجه مدني سلمي حقيقي، يشعرون أن بيئتهم دائما للتحرك والعنف، ولذلك لا تستبعد أن يكون هو من يحركهم ويمولهم. طيب، يعني خطوات الهيكلة التي يتخذها الرئيس هادي، والتي هي مدرجة أصلا في ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، هل ستقدم على يعني أولا تطهير الجيش واستعادة السلاح المنهوب كونه سلاح استراتيجي؟ يعني لا يمكن أن تكون هناك صواريخ ذكية وطائرات هيلوكوبتر ودبابات وغيرها بيد جماعات مسلحة وجماعات تريد أن تقوض الأمن والسلام الاجتماعي في الدولة. لا شك أن ما اتخذه الرئيس من قرارات هيكلة حتى الآن حققت كثير من الإيجابيات، واستطاعت أن تمنع كثير من مواجهات الجيش أو من انقسامها، وسحبت البساط كثير على قادة الجيش ربما كانوا نون لعمل مشاريع. لكن المشكلة في أن لم تشكل أي لجنة تحقيق في الأسلحة التي نهبت. وزير الدفاع اعترف في وقت سابق، يجب تشكيل لجنة لاستعادتها. وزير الدفاع اعترف في وقت سابق أن أسلحة كثيرة نهبت من اللواء اللي كان ماسك للحراسة في دار الرئاسة، اللواء الأول والثاني، ومع ذلك لم نسمع عن تشكيل أي لجنة تحقيق في ذلك، وهي أسلحة خطيرة ومتطورة. إذا وصلت إلى يد هذه الجماعات المسلحة ربما تحدث كارثة. الأولى أن تتجه ليس على الأمن اليمني فقط، بل على الأمن الإقليمي والدولي. نعم، تشكيل لجنة لمعرفة أين ذهبت هذه الأسلحة وإلى من سلمت، لأنها بكل تأكيد ستشكل قلق على الأمن. بإذن الله إن شاء الله سيتم استعادتها في الوقت القريب العاجل بإذن الله. مشاهدين الكرام، بإمكانكم المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في أو على موقع القناة على الإنترنت سهيل.net، وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. نشكرك أستاذ فهمي العليمي، مدير الأخبار في قناة يمن شباب، على حضورك في هذا اللقاء. شكرا لك.